حاله صحيح الحمد لله، ف يفتح حسون هذا من فضل الله سبحانه وتعالى، ولكن ما يحسوا بنفسي هادشي، ف في ظرف الظروف اللي كنعيشها الحمد لله هاد الساعة وكثرة التفكير، ف هادشي هو اللي شوية شي درني بخاطري بزاف، كنفكر بزاف كما نخرج من السيتواسيون اللي انا فيها من الغالب. اما الحال صحيح بعد الحادثة الحمد لله فهي بتحسن هذا من فضل ربي. كما كيعلم الجميع فرق شباب الصغنى في رفا، من بعد ما وقعت لي الحادثة فقاموا بشو المصارف اللي كانت لي الكاهل ديالي في السبيطار مفاس، وتوسطت المستحقات اللي كانت عالقة في يعني في ذمة الفارغ، ودارو لي بريم بليسي يعني. ومن اللي خرجت من لاكسيدو يعني صافي، من اللي خرجت من السبيطار تعرفت من مدينة المزرعة بالقصيري، انقاطع الاتصال بسيبانية هي باش نفرغ الرصاصة، لدرجة حتى إلا كنت بغيت نمشي كندير لا فيزيت بالنسبة للطبيب فاز، كنت كنخلص سكانرات وكلشي من جيبي يعني. تكفلت من بعد تكفلت أنا بالمصاريف كاملة. كنتمنى شباب التسخنا في من هذا المنبر لأنهم يقوموا بالشفاش الاتجاه ديالي، لأن ضحيت بكل شيء في حياتي، ضحيت به من أجل تفرغ الشباب، ضحيت بخدمتي اللي هي الكرة وبهواتي اللي هي كرة القدم وبصحتي ومع ذلك، فكنت ترجى منهم أنهم يديروا شي التفاتا بصالح، لأنهم من هذاك الوقت ولا حتى اتصال. الحمد لله فجمع الملكة بشخص الرئيس فوزي الرشاد، فبعد طلب الحال ديالي بعد الإصابة، فقام بالتفاتة اللي تكلت قام بالتفاتة جيدة بالنسبة للوضع ديالي، اللي تكلت بالزيارة ديال السي الحاج عبرون، وسجلوا له خنوص المنزل ديال المتواضع هذا، ممكن واحد المبلغ مالي اللي صارها في تلك المرحلة بالذات كان كان بزاف الامور يعني ساعدني باش نخرج من بزاف ديال مشكورين الناس ديال الجامعة، ومازال لحد الساعة فانا كنطالبهم باش يحاولوا المساعدة ديالهم، صراحة المساعدة كانت معنوية كبيرة. اما بالنسبة للوضع المادي اقل ما يمكن عليه القول فمشاهد نظر الظروف اللي كنعيش دابا حاليا متطلبات الحياة يعني فعلا الجامعة لا الجامعة الملكية المغربية ولا لاعبين البطولة الوطنية المغربية ولا الفرق الوطنية ولا الشعب المغربي فساندوني بواحد المبلغ اللي صراحة كنفك عليا بزاف الأمور في ديك المرحلة اللي كنت كنعيش، والحمد لله بقيت كنجري راسي بيه. كان جاني لسوء الحظ أنا تزامنت هاد المرحلة هادي اللي كنت جالس فيها من الكرة، تزامنت بإصابة الأب ديالي مرض مزمن اللي أدى به إلى الموت الولي برحمة الله في هاد الساعة المباركة رحمه. فعلا فكان طلب مني مصارف يعني عدة مصارف كبيرة بزاف يعني باش وقفت معاه وكنت معاه بجنبه، والحمد لله فرد الوالدين أهم من أي حاجة، لكن بصراحة فالوضع المادية فهي جد متزنة، وكان نتمنى على الناس يساعدوني باش نخرج، انا مبغيتش الناس يعطوني بل يلقاو لي شي مخرج مني ونخرج نمشي يا خدمة تدريب يعني ما مبقاش في هاد الوضع يعني في هاد الوضع راه صراحة القضية لا اله الا الله. وبالنسبة للمطالب ديالي فالحد الساعة فانا كنطالب المستحقات ديالي بالنسبة للجميع يعني للتامين ديال السير اللي مازال عالق في ردات المحاكم لمدة 4 سنوات، في 4 سنوات لحد الساعة مازال يعني باش يعني تسال الماموري بان توصل بالتامين ديال حد السير، ولا بالنسبة للتامين الرياضي اللي وضعت الملف ديالي تحطيته بالجامعة الوطنية الملكية لكرة القدم لمدة سنتي ولحد الساعة لما توصل وبحكم انني لعاب ديال فرق شباب التنصر افرا وكان وقعت لي الحادث وانا كنزاول يعني بغيت الجامع بغيت الناس المسؤولين عن شان الكره بالمغرب
لانهم يخرجون من هذه المرحله اللي كنعيشها ولو غير التدريب، لان حاليا الوضعيه ديال الصحيه ما كتسمحليش نزاول الا التدريب في ديال الضغوطات اليوم. يعني انا يتساهلوا معايا باش ندوز التدريب ناخذ ديبلوم نخرج من هذه الوضعيه، لان يعني صراحه تبقى كاس قهوه الدار، القهوه الدار احساس ما بغيت نهرس هذيك الحاجه ديال هذا الانسان راه دار كسيده، بغيت نخرج انا للعمل، بغيت نخدم، بغيت نكون انسان ايجابي في البلاد، مابقاش انسان سلبي. قهوه الدار تعاونوا معايا الناس، انا بغيت نخرج يسهلوا معايا التدريب، والحمد لله انا عارف ان الكره هي مثل العطاء، يعني شحال ما عطيت شحال ما كتسوى. يعني الكره كما بديت في الاول وانا لعاب وديت من والو وبقيت كنتقاتل حتى وصلت، فانا قادر الى منحوا لي اي فرصه في التدريب فقادر نتبدل شي ان شاء الله.